إذا مرحبا بي عندكم، وكنشكركم على العناء اللي درتوه على السفر والتنقل باش تجيو، كنعتبرونا تضامن في القضية ديال إبراهيم سعدوك. إبراهيم سعدون هو شاب طفل، أولا نشأ في بيئة متوازية في ظروف مادية كمثل جميع الأسر المتوسطة في المغرب، ترعرع ما بين مكناس وهو مدينة ولادتي وبالضبط في مساحة كورنيت، إخوان المكناس راك يعرفوها. نظرا للعمل ديالي كدركي انتقلت للعمل بالقيادة الجنوبية للدرك الحربي، وكبر بعض الشيء هناك إلى حدود سنة 2004 حيث انتقلت إلى الدار البيضاء، ومنها بدأت مسيرته الدراسية. هذه المسيرة التي كانت عبر مؤسسات الوطنية العمومية للتعليم كلها من ابتدائي وثانوي وحتى البكالوريا، كلها كانت في المدرسة العمومية. قد تسألوني لماذا المدرسة العمومية؟ لأني رأيت فيه أنه ولد نبيل كثير القراءة والدراسة، سنه لا يعني الجهد الذي والعطاء الذي يعطي في المدرسة، يعني هو كان عقله أكبر من سنه وجسده أضعف وأقل من عقله. تابع الدراسة وكنا نؤازر أنا وأمي، حيث كانت الأسرة جيدة جدا ونشيطة ومتوازنة، وكان في صغره نظرا لاهتمامي بالرياضات الفضائية كان في صغره كذلك يحب تلك الرياضات، وبعد يعني بلوغ سن الثامنة كنت أرافقه إلى نوادي الطيران وخصوصا القفز بالمظلات. هناك اتخذ مسارا وهو حب كل ما هو أمور جوية وفضائية. في سن 12 بدأ يتكلم قليلا من الروسية، لأنني كنت أوجه إلى الرسوم المتحركة بالروسية، ثم بعض قنوات الأخبار، وكنت أحاول أن يتمرس مع قنوات الأخبار لكي تكون لغته الروسية نقية جدا، وربما الإخوان الذين يتكلمون بالروسية يلاحظون ذلك، يعني اللغة ليست لغة عامية روسية بل لغة راقية. كانت هناك اللغة الإنجليزية وهي أول لغة، ثم الروسية، وهناك لغات أخرى، يعني كانت لغات أخرى. عند محبتي لعلوم الفضاء كنت أساعده، وكان يعرف أن من الدول يعني المتمكنة والمتمرسة والقوية في علوم الفضاء والتعامل مع الفضاء الخارجي، خصوصا وسائل الانطلاق، والكل يعرف أن حتى الغرب مثلا يقوم بانطلاق عملياته العلمية من بايكونور في روسيا الاتحادية، حيث راهن على روسيا وكان يدرس ومساعده إلى حدود سنوات البكالوريا. عندما وصل إلى البكالوريا بدأنا ننظم كيفية تتبع واتباع دراسة الفضاء في روسيا، لكن كان الأمر مستعصيا، لأن الفيدرالية الروسية فيما يخص التعامل مع الكفاءات مؤسف له، لأن كان
الثمن والأتعاب ستكون باهظة على واحد من المغاربة الذي يعيش في أسرة متوسطة. وكانت هناك تحملات أخرى. كانت هناك تحملات أخرى لأنني لي فتاتين أخرى أخواته، هو الصغير العائلة. يعني كانت هناك تحملات في الدراسة، تعذر علي عندما استطاع النجاح في البكالوريا. كانت هناك فرصة مع الاستشارة مع أصدقائي والمعارف بأن هناك معهدا بأوكرانيا مفتوح على الطلبة الذين يريدون ذلك. استسمح عندما ذهبت، وكان هذا في 2019 الكل كان فرحا في العائلة، وحيث احتفلنا بسفري إلى أوكرانيا وقمت بجميع الترتيبات، فذهب إلى هناك ليكتشف الأمور كيف تمر على حساب الخاص، ورجع إلى المغرب ليكون هناك بصفة دائمة. قام بدراسة اللغة الأوكرانية لأنها ستكون عليه سهلة نظرا لأن اللغة الأوكرانية هي جزء من اللغة الروسية. ثم تابع دراسته لينتقل إلى كييف في 2020. تعرفون أن هذه المعاهد تكون لها خلفيات شبه عسكرية، معاهد دراسة الطيران أو الفضاء أو مدرسة الرغابنة تكون لها تدريبات شبه عسكرية، وهذا معروف وواجب. في سنة 2020 كان عاليا ولا يثير الانتباه. لماذا أقول لا يثير الانتباه؟ لأن الأب الذي أمامكم هو شخص ممارس لكل ما هو عسكري، ومو يعني أنا كنت متحرياً مدير تحريات في الدرج الملكي، يعني ديريكتور دونكيت أونكيتور في الدرج الملكي، والصحافة التي كانت تتعامل معنا تعرف الأمور خصوصاً في مدينة الدار البيضاء ومنحس، وكنت وراء قضايا مهمة جداً بالمغرب، قضايا كبرى بالمغرب. هذا يدفعني إلى معرفة التغييرات أو التحولات إذا كان الإبن بقربك على الخصوص، يعني أعرف كل تحولات، لكن تكون هناك ما بين السطور يصعب التعامل معها إذا كان الإبن خارج الحدود وفي بلد رغم وجود الطلبة المغاربة بكثرة هو كان منزوعا، يعني كان يعرف قليلا من الطلبة المغاربة. صاحبي تربط صاحبي نعتذر يمكن بدل الاخوان الصحفيين يلا وصلوا شي واحد يحط لي شي صاحبي ما كاين مشكل. وهذه فرصه لاخذ قليلا من النفس ولا ارتب الافكار، لان اتكلم معكم بكل شفافيه وباسترسال. توقفنا عند التتبع وكان عن بعد، لأن كانت لقاءات عبر تقنيات التواصل الاجتماعي المتلفزة، وكنا نجتمع مع أخواتي في بالخارج
والعائلة أنا والزوجة ونتبادل أطراف الحديث، رغم أن الوقت عندي كان ضيقا جدا نظرا لضرورة وظروف عملي. هو قال في التصريح للصحفي بأن هناك مشاكل مع الوالد، يعني يريد أن يقول ليس مشاكل ولكن كان عدم رضا مع الوالد من طرفه، من طرف واحد وليس من الطرفين. وأنتم آباء للأطفال وتعرفون التعامل مع الطفل، وعندما يصير شابا مراهقا قد يطعن في أي ما يقوله الوالد ولو كان أكثر منه علما. دائما نفسيا الابن يكون يحس بأنه أكثر يعني دهاء وأكثر معرفة من الوالد ومن الأب. كانت العائلة، أنا عشت في عائلة غير مفككة إلى الآن. الزوجة عند الأسرة لأن ليس هناك أحد بالبيت، وتمر بفترة نفسية وصحية عصيبة جدا، ولا يمكن أن أتركها لوحدها بالبيت لأنها تتكلم لوحدها مع المجهول. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.